السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع موقع اسمه samuel.ai. ده عبارة عن أداة كتابة مثالية للطلاب والأكاديميين وللكتاب، هيساعدك في إن أنت تكتب المقالة بتاعتك زي شات جي بي تي، لكن هو هنا متخصص في الكتابة الأكاديمية، أفكار إبداعية، تحسين محركات البحث. فأنت مجرد بس هتكتب إيه اللي أنت عايزه، وليكن مثلا أكاديميك، ونقول له إيه طيب، تختار العنوان تمام، وبعد كده اكاديميك، وهتختار بقى هيبقى كام كلمة، وممكن تضيف له بعض المعلومات الأكثر توضيحا أو تدقيقا، وعايز يبقى الريفرنس أو طريقة الكتابة تبع هارفورد مثلا، وتقول له ابدأ اكتب لي المقالة بتاعتي. هو سهل الاستخدام، مميز، يعني انت ممكن تعمل نفس الحاجات دي في شات جي بي تي، ولكن هتاخد منك جهد، هنا يبقى ابسط. هقول له ابدا، بعد ما عملت تسجيل دخول، فهيبدا بقى يكتب لي المقاله في حدود 1000 كلمه. هو بيهتم بان هو يكتبها لك بشكل حلو، وبشكل ما يقدرش مثلا حد بلوجاريزم او حاجه تقول انها بتاخد كوبي بيست من حاجه تانية، لا هو بيعمل لها اعاده صياغه. وهنشوف برضو الأسعار بتاعتها تمام، وفي أمثلة اهوت. كتب لي هو الانترودكشن، وكتب لي الأهداف، وكتب لي التايم مانجمنت، كل الحاجات اللي احنا عايزينها هو كتبها لي بشكل قوي جدا. طيب الأسعار فري لحد 1000 كلمة تمام في الشهر، هاي سكول $6 في الشهر، يونيفرستري $10 في الشهر، اكاديميك $17 في الشهر. طبعا هو يستاهل، لو انت فعلا محتاج الخدمة ديت فهو يستاهل ان شاء الله.